سنتحول إلى ما يتعلق بالعلاقات الأردنية المصرية، وأيضا سنتحدث حول آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق. وينضم إلينا هاتفيا سعادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير مساء الخير وأهلا بك في هذه الجولة الإخبارية. دعني في البداية أتحدث معك سعادة السفير حول ما يتعلق بالعلاقات المصرية الأردنية. 23 لقاء جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين الملك عبد الله الثاني للعاهل الأردني خلال فقط 6 سنوات، 5 لقاءات فقط جمعت بينهما خلال العام الماضي خلال 2019. كيف تقيم مستوى العلاقات بين مصر والأردن خلال تلك الفترة؟ شيء طبيعي طبعا في العلاقات المصرية الأردنية، لأن هناك شبه تطابق في وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، قضية فلسطين، العلاقة مع إسرائيل، بل العلاقات العربية عموما، ثم نظرتنا للتحالفات الدولية والإقليمية. وينفرد كل من مصر والأردن بأنهما الدولتان العربيتان اللتان أعلنتا علاقة واضحة وصريحة مع إسرائيل وتتبادل معها التمثيل الدبلوماسي، وبالتالي نحن رواد في هذا المجال وهناك الكثير لنتبادله دائما. وأتصور أن في عصر الاتصالات السريعة أنه لن يمر يوم أو آخر دون اتصالات تليفونية بين القيادتين. وأيضا مصر والأردن تنفردان بصلة تعلو قليلا عن الوضع في العلاقات العربية. فإذا كنا في العلاقات الجامعة العربية لدينا منطقة تجارة حرة عربية، لدينا بين الأردن ومصر وتونس والمغرب منطقة التجارة الحرة المسماة أغادير، والتي ترتبط مع الاتحاد الأوروبي أيضا. نعم. لتعميق التبادل التجاري والتعاون الصناعي. مصر والأردن والعراق لهما سابقة أيضا أود أن أذكر بها، الشركة العربية أظن النقل البحري، لا بتكلم عن مجلس التعاون العربي الذي مع اليمن، شاء وقت صدام حسين والرئيس الراحل مبارك والملك حسين رحمة الله عليه. والحقيقة هذا المجلس قام بأشياء كثيرة، لولا خطيئة غزو العراق للكويت ثم انهار هذا الوضع تماما. طيب. لكن التجربة ما زالت قائمة ولدينا الكثير لنتحدث عنه. طيب أنت تحدثت عن الشق الاقتصادي، خلينا نتحدث عن الشق الاقتصادي سعادة السفير. هل ترى أن العلاقات التجارية، العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن ترقى إلى مستوى العلاقات، لا يعني لا أريد أن أقول شخصية، بين الملك الأردني وبين الرئيس المصري، لكن بين يعني توحد المواقف السياسية أو تطابق المواقف السياسية وتشابهها بين الجانب المصري والجانب الأردني؟ لا، أنا دايما يعني أوصف العلاقات الاقتصادية عموما العربية، لكن هنا نتكلم عن مصر والأردن، أنها أفضل بكثير مما نصوره أحيانا فيما بيننا أو فيما يصور الإعلام، لكنها أقل بكثير مما نستطيع. ممكن مع مواصلة هذه الاجتماعات التنسيقية أن تتضاعف هذه العلاقات بإزالة بعض المعوقات، ثم الاستثمارات المشتركة عربيا وأردنيا مصريا يمكن أن تؤدي إلى مزيد من تعميق العلاقات. هناك بعد ألاحظ أن لا أحد يلتفت إليه، وهو وجود جالية مصرية كبيرة تخدم في التنمية الاقتصادية في الأردن، وهي صارت لها أوضاع تقليدية تساند المملكة الأردنية الهاشمية في نهضتها الاقتصادية. وبالتأكيد لابد أن مباحثات من هذا النوع لابد أن تلمس وتناقش ما يزيد من هذه العلاقات في هذا البعد الإنساني المهم. ثم طبعا هناك تنسيق مصري أردني في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، تنسيق مصري أردني فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية والوضع الذي خلقته إسرائيل ونحاول أن نوقفه. كثير من الأشياء موجودة. لدينا مشكلة سوريا، ومن أكثر المشاكل تأثيرا على الأردن لأنه دولة جارة لسوريا وللبنان، ثم كما نلاحظ وكلنا نلاحظ مئات الالاف من السوريين موجودين بيننا في القاهره، مئات الالاف من اللبنانيين بداوا ينزحون الى القاهره. كل هذه مسائل تحتاج الى نظره عميقه لمعالجه هذه الامور، لانها طبعا ربما تكون ايجابيه من ناحيه العلاقات الانسانيه، لكن ايضا هناك ابعاد امنيه لهذه الامور. لا فض فوقا، لابد ان يكون الحديث قد دار حول شرق البحر المتوسط طبعا. التهديدات التركية خصوصا في الحدود الغربية لمصر مع ليبيا، ونأمل إن شاء الله أن البوادر التي ظهرت لإيجاد
يعني مخرج للأزمة الليبية أن تستمر إلى أن نتوصل إلى ليبيا الموحدة الجارة الشقيقة العزيزة لدينا. ليس مستبعدا أيضا الوضع في السودان، والسودان على شفى خطوات لاتخاذ خطوة كبيرة في شأن علاقاته بأمريكا وعلاقاته بإسرائيل. هل تتخذ هذه الخطوة أم لا تتخذ؟ ما رأينا فيها؟ كيف ننصح السودان كي تكون هذه الخطوة على أفضل المعايير التي تضمن الأمن القومي العربي؟ اللجنة المصرية الأردنية المشتركة هي من أقدم، إن لم تكن هي الأقدم على الإطلاق، اللجان العربية في من هذا السياق ومن هذا النوع. المجالات التي تشترك فيها مصر مع الأردن أو تتعاون فيها مصر مع الأردن، المجالات الاقتصادية يعني، هي مجالات عديدة، لكن أخص بالذكر مجال الطاقة على سبيل المثال. هناك نوع من الربط الكهربي بين مصر والأردن، وأيضا حضرتك ذكرت وأشرت إلى ما يتعلق بالشرق المتوسط والغاز الموجود في هذه المنطقة. هناك تعاون بين مصر والأردن في مجال الغاز ومجال الطاقة بشكل كامل. هل يمكن البناء على هذا القطاع في زيادة التبادل التجاري، في زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة الأردنية؟ بالتأكيد هذه خدمة جديدة تضاف لقائمة الصادرات والإيرادات الخدمية، ومصر تقود عملية منذ القدم من 20 سنة وأكثر، رحمة الله على وزير الكهرباء ماهر أباظة الذي بدأ مشروع الربط الكهربائي. نحن نربط من بغداد مرورا بالإمارات والسعودية والكويت دخولا إلى مصر، فحتى المغرب في أقصى الغرب، وشمالا إلى الأردن ولبنان، وربما كثيرون منا لا يعلمون أن بيروت تضاء من القاهرة. هذا أدى بنا أننا نطلب من الاتحاد الأوروبي وشركائنا الأساسيين أن يعترفوا بوضع القاهرة كمركز لتجارة الطاقة، سواء كانت الكهرباء التي سنربطها شرقا وغربا، وسنربطها بالجنوب بكل السدود المقامة في إفريقيا حتى سد النهضة عندما نتفق على وسيلة إدارته، ثم نكون نحن بورصة تجارة الطاقة سواء الكهرباء أو الغاز، ولدينا الآن اكتشافات عظيمة، أو البترول وإن شاء الله تزداد اكتشافاتنا فيه. وطبعا الأردن يقف في البر الحدود من هذه المسألة، وله مصالح كبيرة، وسنربط الكهرباء مع الأردن وصولا إلى سوريا ثم إلى تركيا والاتحاد الأوروبي، وعن طريق المغرب سنصل من المغرب إلى إسبانيا، وبالتالي تصبح شبكة كهربائية عالمية عملاقة تدار من القاهرة. طيب أستأذنك بالبقاء معي سيادة السفير، ولكن ينضم إلينا من عمان السيد بسام حدادين وزير التنمية السياسية السابق. سيد بسام مساء الخير وأهلا بك في هذه الجولة. كنت أتحدث مع سعادة السفير جمال البيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق عن العلاقات المصرية الأردنية، وتحدث كثيرا عن أهمية هذه العلاقات وتاريخية هذه العلاقات المصرية الأردنية، سواء في شقها السياسي أو حتى في شقها الاقتصادي، وأشار أيضا إلى الجالية المصرية الكبيرة الموجودة في عمان. كيف أو في الأردن بشكل عام، كيف ترى وتقيم هذه العلاقات التاريخية والوثيقة بين مصر والأردن؟ الحقيقة واضح للعيان أن هناك علاقات قومية بين الأردن وجمهورية مصر العربية، ولا تخفى على العيان بأن هذا التقارب والحميمية في العلاقة يعني تطورت بعد ثورة 3 يونيو. وتذكرون بان جلاله الملك عبد الله كان اول رئيس دوله يزور مصر ويهنئ الشعب المصري على ثورته العظيمه وعلى تخليص مصر والمنطقه من كابوس كان يجثم على قدر احبائنا واهلنا في مصر، وكان له اضرار متوسعه كثيره على المنطقه المسموحه. تطورت هذه العلاقه واخذت خطوات اكثر الى الامام مع تصاعد عمليات الارهاب في المنطقه، مع بروز ظواهر استقطابات في المنطقة بحسابات ضيقة، وربما تبتعد عن بعض الملفات الداخلية. لاحظ أن القيادة الأردنية والقيادة المصرية يجمعهم هدف
مكافحة الإرهاب بحجم عقيم، ومن يقف خلف هذا الإرهاب نعم من توافق في الموقف من الأزمة الليبية والأردن قالها بوضوح، مصر خط أحمر وأمن مصر من أمننا القومي، وأيضا بالعلاقات مع أطراف النزاع. نعم. ثالثا هناك حاجة اقتصادية كبيرة في تنمية العلاقات الاقتصادية، وشهدت العلاقات الاقتصادية بين الأردن ومصر قفزة نوعية. أنا من المحبين جدا لمصر وأكثر للقيادة المصرية لأنه يعني خلصتنا من الشر. نعم. أنا أشهد الآن في السوق الأردني في الخضار مثلا والفواكه أن السوق الأردني أصبح يعني غزي وآخر والعلاقات الاقتصادية تحديدا بين مصر والأردن هي علاقات ممتدة ومتشعبة في العديد من القطاعات، سواء قطاع الكهرباء أو قطاع الغاز أو قطاع الخضروات، الصادرات المصرية أو حتى الصادرات الأردنية إلى مصر. ولكن هناك حتى في البيان الرئاسي الذي قرأته أنا منذ قليل تحدث عن أهمية الارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والأردن حتى ربما تقترب أو تتشابه مع العلاقات السياسية التي تكاد تكون متطابقة بين قيادة البلدين. على أي حال السيد بسام حدادين وزير التنمية السياسية السابق، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان، وأعود مرة أخرى مع سعادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، دعنا نتحدث عن آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن طبعا والعراق. هذه هي القمة الثالثة التي تجمع قيادات وزعماء الثلاث دول في المنطقة العربية. التقوا سابقا في مارس من 2019 وأيضا التقوا في شهر سبتمبر في نيويورك 2019. فكرة وجود آلية ثلاثية بين الدول الثلاث بدلا ربما من الجامعة العربية أو حتى يمكن البناء عليها داخل الجامعة العربية، ما تقييمك لهذه الفكرة وهذه الآلية؟ فكرة ممتازة، وبالذات نحن نقدر في السلك الدبلوماسي ما نسميه دبلوماسية الرئاسة. انظر لغيبة دبلوماسية الرئاسة عن أفريقيا لمدة 15 سنة سابقة على الثورة وما أدت إليه من أن الاتصالات الرئاسية انقطعت. ميزة الاتصال الرئاسي أو جلسة رئاسية أن الرئيس يجلس وراءه 5 أو 6 من الوزراء المعنيين، فإذا اتخذ قرار يتخذ على الفور في دقائق. نحن كسفراء لكي نصل لمثل هذه القرارات تأخذ منا شهور وسنين، المستوى الوزاري أعلى، لكن المستوى الرئاسي مستوى حاسم وهو أفضل وسائل الاتصالات في العالم الآن، الاتصالات الرئاسية خصوصا مع ثورة الاتصالات وسهولتها. وقد جربنا هذا طبعا مع الأردن ومع العراق، ونأمل أن ينضم إلينا المزيد من أعضاء المشرق العربي. طيب. الفارق بين هذا وبين الجامعة العربية، الجامعة العربية هي المظلة الأكبر طبعا، لكن الجامعة العربية لا تمنع أن يقرر مجموعة محدودة قادرة ومؤهلة من الدول العربية على أن تمضي قدما لتعميق العلاقة لأبعد ما وصلت إليه الجامعة العربية. هذا موجود حتى في الاتحاد الأوروبي، أن ممكن مجموعة أقل من الدول تأخذ مسارا أكثر عمقا وأكثر اتساعا، وهذا شيء جميل ويضيف ويعطي سابقة للآخرين الذين يريدون أن يعني يسيرون على نفس النهج بما تستفيد به كل الدول العربية. طيب برأيك سعد سفير، ما هي المبادئ المشتركة، ما هي المحددات الأساسية المشتركة التي تجمع بين الدول الثلاث والتي يمكن البناء عليها مستقبلا سواء من ناحية سياسية أو اقتصادية؟ لدينا اتفاقات تجارية تلغي الرسوم الجمركية فيما بيننا. لدينا أيضا في العراق جالية مصرية بلغت 2 مليون في وقت من الأوقات وهي تساند النمو الاقتصادي في العراق. لدينا المقاولون العرب موجودون ومؤسسات التنمية الأخرى المصرية، لأننا إلى الآن نساهم في نهضة وإعادة إعمار العراق بعد الدمار الذي لاقاه. لا ننسى أن مصر وسوريا والعراق هي أكبر 3 جيوش عربية، وللأسف أن سوريا ليست بصحة جيدة والعراق محل تهديد سواء
من إيران من ناحية أو من تركيا من ناحية أخرى، وندعو الله أن نتمكن من مساندة العراق لإعادة السيطرة على كامل أراضيه ووحدة كل أفراد الجالية العراقية. نراعي جاليتنا هناك أيضا التي يمكن أن تكون محل تقدير، وهي محل تقدير فعلا للإسلام في النهضة العراقية. لدينا مع الأردن تميز أكبر، وهو منطقة تجارة حرة عربية، ثم منطقة أغادير التي أشرنا إليها، ثم التنسيق المصري الأردني التونسي المغربي في اتجاه الاتحاد الأوروبي الذي هو أكبر شريك في العالم. وهذه اتفاقيات سعد سفير يمكن المضي فيها قدما ويمكن البناء عليها حتى تستفيد جميع الدول وأن تكون المصالح المشتركة ذات فعالية لكل هذه الدول. على أي حال سعد سفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة.